من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكو في كتاب اتهامات بالنسبة للشيعة جديدا طبع. أنا أنشر كلمة حول هذه الاتهامات. شنو معنى هالكلمات حتى نكون على علم؟ الكلمات يقول أن الشيعة يقولون بالرجعة والحلول والتناسخ والتجسيم والتشبيه وعدم ختم النبوة. شنو معنى هالكلمات حتى نكون على علم؟ الرجعة الشيعة يعتقدون حسب روايات الواردة عن النبي والموجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة ومن جملتهم في أصح كتب السنة البخاري أنه النبي قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر واحدا من أولادي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفي صحيح البخاري يقول إن النبي قال إن عيسى ابن مريم ينزل من السماء ويصلي خلف هذا الولد الذي هو من أولادي. يعني شنو؟ يعني أصح كتب السنة يعترف بالرجعة وأن الرجعة الذي نحن نقول برجعة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام إلى الحياة ليملأوها عدلا وقسطا، هذه الرجعة موجود في كل كتب السنة وفي صحاحهم والتي منها البخاري. هذه كلمة الرجعة. الرجعة كلمة تقال لحتى رجعة الإمام المهدي. فرجعة الإمام المهدي شيء مسلم عندنا نحن وعند السنة. يعني نحن نعتقد برجعة جميع الأئمة، هم يقولون برجعة الإمام المهدي. نتمكن من رد أن الرجعة أنتم أيضا تقولون بها في أصح كتبكم. هسه منتهى الأمر، إحنا نقول رجعة اثنين تقولون رجعة واحد. الفرق هذا على كل كويتي جاء إلى هذه الغرفة، واحدة وعشرة، فكلانا نقول الكويتي جاء إلى الغرفة. أنا أقول عشرة تقول واحد، فإذا تقول لا ما جاء كويتي إلى هذه الغرفة هذا كذب، تكذب بكتب. فرجعة الإمام المهدي حتى السنة يؤمنون بها ومو خاصة بنا، إحنا نضيف. أنا أقول صالح ومحمد قاسم جاءوا إلى الغرفة، هم يقولون بس صالح. على كل كويتي جاء إلى الغرفة، فمو من خواص الشيعة هذا. هذا أولا. يقول الشيعة يقولون بالحلول. أنا أجيب لكم في نفس الكويت وما أتحدى، في نفس هذا البلد أجيب لكم من مكتبات البلد 100 كتاب من زمان الإمام الصادق إلى هذا اليوم، كل الشيعة مجمعون على أن الحلول مستحيل. الشيعة حلول يعني شنو؟ الحلول يقول به الشيخ ابن العربي وهو من أكابر علماء السنة، وقبره موجود في دمشق، عنده تفسير. في تفسيره يقول بالحلول. حلول يعني شنو؟ يعني إن الله يأتي يحل في الأولياء، هذا يسمى الحلول. كل كتب الشيعة من زمان الإمام الصادق إلى هذا اليوم، أي شيعة يألف كتاب في وصول الدين يقول الحلول غير صحيح ومستحيل. وأنا أجيب 100 كتاب من كتب الشيعة، مو كتاب ولا 10 ولا 100 ولا من إيران ولا من العراق ولا من مصر، أجيبهم من نفس الكويت، لأن هذا الشيء في كل الكتب الشيعية موجودة، أن الشيعة يقولون الحلول مستحيل، يعني حلول مو ممكن. وإن الذين يقولون به جملتهم الشيخ ابن العربي
من أكابر علماء السنة، وقبره موجود في دمشق مزار، وعنده تفسير، في تفسيره يقول بالحلول. هذه الكلمة الثانية اللي يقول الشيعة يقولون بالحلول، شيعة واحد منهم ما يقول بالحلول، يقول الشيعة يقولون بالتناسخ. التناسخ يعني شنو؟ يعني أنا إذا متت روحي يدخل في جسم كلب، الكلب إذا مات روحه يدخل في جسم شجر، الشجر إذا ذبل روحه يدخل في جسم فيل. هذا يسمى التناسخ، يعني الروح يطلع من بدن ويدخل في بدن إنسان أو حيوان، أو يدخل في بدن شجر أو يدخل في بدن حجر. التناسخ الشيعة في كل كتبهم يقولون بأنه مكذوب وأنه مستحيل، وهذا من رأي البراهمة الهنود الذين لا يعتقدون بالله. سنة ما يقولون تناسخ، سنة هم يقولون به، وإنما الذين يقولون بالتناسخ هم جماعة في الهند كفار يسمون البراهمة درهمي ما أشبه. هذو العلماء هم يقولون بالتناسخ، وكتب الشيعة كلها مطبقة على أن التناسخ مستحيل أبدا. وأنا مستعد أجيب لكم في نفس الكويت 100 كتاب ينفي هذا الشيء، لأن هذا الشيء يتعرضوه في كتب أصول الدين مالنا. يقول الشيعة يقولون بالتجسيم، اسمعوا هذه الكلمة. ابن أبي الحديد المعتزلي أحد علماء السنة يذكر في كتابه، وكتابه موجود في المكتبة وكل المكتبات، يقول على أنه الله سبحانه وتعالى جسم، مثل عن الجسم شلون. وأحمد بن حنبل إمام هذا المؤلف وإمام جميع الوهابيين في العالم، أحمد بن حنبل في كتب السنة مكتوب على أن الله تعالى ينزل في كل ليلة جمعة من السماء السابعة إلى السماء السادسة وإلى الخامسة وإلى الرابعة وإلى الثالثة وإلى الثانية وإلى سماء الدنيا. والشيخ أحمد بن حنبل نزل من منبره هالشكل، قال مثل ما أنا عندي، نزل من منبره إلى الجماهير قال الله هالشكل ينزل. فالتجسيم كل الشيعة منكرون له، ففي كل كتبهم إنكاره، بينما هذا كذب. والآن كتبهم موجودة اللي كلهم يقولون بالتجسيم، هذا يقول الشيعة يقولون بالتجسيم، بينما هذا كذب. الشيعة كلهم ينفون التجسيم ويقولون أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون جسما، وإنما الذين يقولون بالتجسيم أشهر مذاهبهم يقول بالتجسيم، ومن جملتهم أحمد بن حنبل رئيس المذهب الحنبلي، والذي مذهبه الآن منتشر في السعودية، والذي كل الوهابيون قائلون بمذهبه. هذا بالنسبة إلى التجسيم الذي يقول الشيعة يقولون به. والتشبيه، تشبيه يعني شنو؟ روى عن رسول الله رواية، الرواية تقول إن الله خلق أبو هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله، وفي صحاحهم إن الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في الهواء. يعني الله لما أراد أن يخلق آدم، آدم كان 60 ذراع مثل الله. إن الله عن أبي هريرة عن رسول الله إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في الهواء. هذا يسمى شنو؟ يسمى التشبيه، يعني يشبه الإنسان الله بخلقه. هذا إجماع الشيعة من علي بن أبي طالب في نهج البلاغة وإلى هذا اليوم. أقل واحد معمم من الشيعي اللي في الصف الأول الابتدائي يدرس، هذا يدري أن التشبيه ليس بجائز. وحتى في كتبنا الفقهية، كتب مراجع تقليد والذي نقلدهم، يقول إن من قال بالتجسيم والتشبيه فهو كافر في الكفر. راجعوا شوفوا أول الرسائل العملية الذي يقول بالتشبيه والتجسيم المجسمة والمشبهة، هؤلاء مو مسلمين أصلا الذين يشبهون الله بخلقه. من علي بن أبي طالب هذا الحكي أكو، وإلى الرسائل العملية مال مرجع التقليد اللي موجود في قوم أو طهران
او نجف او كربلاء او كويت او اي مكان. فالتشبيه هو الشيء الذي الشيعة ينفونه اطلاقا، والتجسيم هو الشيء الذي الشيعة ينفونه اطلاقا، والاخوان السنة كلهم يقولون بالتشبيه والتجسيم. يقولوا عدم ختم النبوة، يعني الشيعة يقولون ان النبي اخر الزمان هو محمد بن عبد الله، وانما بعد محمد بن عبد الله هم نبي اخر اكو، وهو منه سيد عبد الجليل، وهو منه شيخ عبد الجليل، وهو منه ابو حسن. يقول الشيعة يقولون النبوة ما ختمت بمحمد. وهذا اذا يجيب فرد واحد شيعي مطقطق كذاب من زمان علي بن ابي طالب الى هسه قال بهذا الشيء احنا نقبل سنة، ما يقولون هم. لا السنة يقولون بعدم ختم النبوة، ولا الشيعة يقولون بعدم ختم النبوة. نعم، فرقة من السنة انشقوا عن السنة، وهم كفار عندنا وعند السنة في باكستان. الفرقة القاديانية رئيسهم رجل سني يسمى بغلام أحمد القادياني. هذا الرجل انشق عن المسلمين سنة وشيعة، وهو كان سني الأصل. هذا قال بعدم ختم النبوة، هذا صحيح. يعني هو قال بأن محمد بن عبد الله مو آخر نبي، وإنما محمد أيضا نبي، وأنا غلام أحمد القادياني أيضا نبي. هؤلاء هم فرقة قاديانية، وهؤلاء منشقون عن الإخوان السنة. يعني غلام أحمد القادياني مو شيعي، كان سنيا وكان من علماء بريطانيا، وادعى النبوة لنفسه، والآن له مزار وله أتباع في باكستان وغير باكستان. لكن المسلمين شيعة وسنة يكفرون هذا الرجل ويتبرعون منه وينجسونه. فهذه الاتهامات الذي ينشرها هذا الرجل وهو القول بالرجعة، هذا مو اتهام، هذا يقوله السنية والشيعة. القول بالحلول لا يقوله الشيعة ويقوله السنة. القول بالتناسخ لا يقوله لا شيعي ولا سني. القول بالتجسيم يقوله السنة ولا يقوله الشيعة. القول بالتشبيه يقوله السنة ولا يقوله الشيعة. القول بعدم ختم النبوة لا يقوله لا سني ولا شيعي، وإنما قاله غلام أحمد القادياني المنشق عن السنة. إذن في الحقيقة كلها اتهامات وكلها غير صحيح، وإنما نشرها لأشياء نحن أعلم بها. ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر، وهو من السنة الكبار من الشوافع، يذكر في كتابه الكبير المعروف تاريخ ابن أبي الحديد وشرح ابن أبي الحديد، يقول فرد واحد سأل عن أحد علمائهم عن الله تعالى، شلون هيكله، شلون لونه، شلون رأسه، شلون رجله. قال اسألني عن كل شيء أنا أدري، الله رأسه شلون، عينه شلونها، أذنه شلون، فقط لا تسألني عن شيئين ما أدري أنا. لا تسألني عن اللحية والذكر، ذكر يعني آلة الرجولة، أنا ما أدري آلة رجولة بال الله شلونها، واللحية مال الله شلونها، وإلا اسألني من كل شيء. فالقول بالتجسيم والقول بالتشبيه هم يقولونه، ونحن في كتبنا نتبرع عن التشبيه والتجسيم، وكذلك عدم ختم النبوة في كل كتبنا. يعني صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.